اخوان ان صفية سوت لي مفاجأة للحين ما مستوعبة. تخيل دخلت كذا، انا كنت مخطط اطلع، فاشوف امي تقول ارجع البيت، يعني بكلمك مدري ام، قالت لي ارجع البيت الا اشوف اغاني واشوف بلونه واشوف كيك واشوف صفية. انا ما استوعبت، حتى والله اني ما استوعبت، ادخل واطلع بعدين تجي صفية تسحبني وانا استوعب، قهرتني دخلت طلعت لفيت انا قاعدة احاول استوعب وش السالفة. اقسم بالله حالتي حالة كانت، لو اقدر اوريك مقطع كان وريت، بس كنت بدون كمامة. سابرتي حقي طلعنا، ليه طلعنا ما ادري والله الصراحة، ليش غزايدة؟ اي والله سابرتي حقي جيت زبالة، شو وش لقيت؟ كلهم كبين، ما حد عجبه، هو يعني طعمه ما أدري إيش الصراحة، والله هو ذكاء حقي. طبعًا ستاربكس اللي تحت بالريبسي مرة زحمة، فايش سويت؟ فقلت إنه في ستاربكس بالملاي هذه، رحت لها فاضية، ربي إني ذكية والله ذكاء، صح صح صح، أبي ألعب صح، أبي ألعب صح، أبي ألعب صح، أبي ألعب صح. اليوم بسوي لكم انبوكسينج، ورينا انبوكسينج، قولي طب اشرحي وش صار، وش هو؟ ابلع قولي لي ابلع اشرحي لي ابلع منك مضروزك.